تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي تقديم دعم شهري منتظم إلى 400 ألف أسرة هي الأكثر احتياجاً بتكلفة إجمالية تبلغ 2,400,000,000 جنيه. كما أعلن التحالف الوطني استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة وصل الخير 2 لخدمة ورعاية نحو 5 ملايين أسرة خلال العام الجاري.